يا سلام، ربنا رزقني برجلين في ليلة واحدة. ما كنتش عارفة انك بتحبني قوي كده يا دراس. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبة له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم انتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته. اكيد اكيد هيطلقها. اه انت اتهبلتي عفاف، عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي.